كنت بتعلق من قناة التحرير. صحيح. صح. وفي اليوم ده قلت مصر كلها عمرها ما هتنسى دور تمرد ودول. وبكرة أيا كانت النتيجة مصر كلها مش هتنساكم. والحمد لله النتيجة كانت خير. كنا متفائلين جدا. وبعد 6 سنوات نلتقي. الحمد لله الحمد لله. ومصر أحسن كتير. هذا اليوم بالنسبة لك إيه اللي حصل يوم 3/7 لما رحتوا القيادة العامة للقوات المسلحة؟ طيب خليني نبدأ من حتة بسيطة كده قبليها الصبح. اتفضل. احنا يعني حضرتك شفت يوميها الضغوط التي تعرضت لها الدولة المصرية والقوات المسلحة المصرية، ويمكن انت اتكلمت عنها في هذا اليوم على ما اتذكر من جهات خارجية كتير حتى لا يتم اي انحياز لارادة المصريين. وكنا شفنا ان باترسون تحديدا السفيرة الامريكية وهي عمالة تتكلم وتلوح بعقوبات وغيره وغيره، والخارجية الامريكية بتلوح بعقوبات على مصر. يوميها قررتنا صباحا يوم 3 يوليو عملنا مؤتمر صحفي من جريدة الوطن وخرجنا، وكان فحوى المؤتمر الصحفي بنقول للمصريين استمروا في الميادين اصمدوا، احنا النهاردة القوات المسلحة اعلنت، ما كانش لسه فيها حتى الدعوة جات لي ان انا اروح للقوات المسلحة. القوات المسلحة اعلنت هتعلن، ده اللي كنا هنقوله في خلال 48 ساعة هتعلن النهاردة 48 ساعة انتهت، فاحنا مستنيين اعلان القوات المسلحة، لكن انتوا خليكم في الميادين. وكنا بنوصل رسالة امريكا انا متذكر، قلت لهم يعني انتوا بتهددونا بالعقوبات وغيره وغيره وبقطع المعونة، احنا مش عايزين معونتكم دي اذا كانت هتيجي على اراضي المصريين ومعونتكم دي على الجزمة وبتاع. قبل ما ندخل المؤتمر لقيت تليفون احد اصدقائي بيكلمني بيقول لي ان العقيد احمد محمد علي المتحدث العسكري باسم القوات المسلحه يحاول يكلمك. فقلت له طب خلاص حالا، بس الرقم ايه اللي كلمني منه كذا؟ رديت فعلا، قال لي ازيك عامل ايه؟ قلت له انت اتاخرت علينا كده ليه في الاتصال؟ يعني بضحك. فقال لي لا القائد العام في انتظارك. فقلت له طيب انا بس بستاذنك، الفريق اول عبد الفتاح السيسي، الفريق اول عبد الفتاح السيسي وقتها. نعم. فقلت له انا بستاذنك في حد من اصدقائي محمد عبد العزيز معايا في تمرد، وقال المفروض انه يحضر، انا عايزه يحضر معايا اللقاء. فهو قال لي بس الدعوه موجهه ليك. فقلت له لا معلش، فانا قلت برضه عشان تفاوض وبتاع ايا كانت النتيجه ما بقاش انا اتحمل المسؤوليه لوحدي، فيبقى في معايا شاهد ان انا ابليت بلاء حسنا في هذا اليوم. فاصريت، فبصراحه مشكورا قال لي طب خلاص يا محمود ده قول له يجي وتعالى. استاذ مجدي الجلاد مشكورا بعت معانا عربيته بحراسه شخصيه لحد مقر، بالمناسبه المتعارف عند الناس يعني انه الاجتماع كان في وزاره الدفاع، الاجتماع كان في مقر القياده المشتركه. رحنا هناك لقينا على مقر القياده المشتركه، وصلت التقاني في البدايه العقيد احمد محمد علي رحب بيا وسلم عليا، وبعديها السيد اللواء محمد العصار وزير الانتاج الحربي حاليا. السيد اللواء محمد العصار من اول الشخصيات التقاني هناك.